صباح الخير متابعينا الأعزاء متابعات الغاليات، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة ودوام العافية. اليوم حبيت أشارك وياكم وجبة ريوق اليوم كلها سهلة وبسيطة. راح أستخدم لبن، طبعا أنا دا أخف في وزن ودا أقلل من الأكل هالأيام، فاليوم حبيت أشوفكم شنو راح يكون ريوقي. هذا هنا أنا عندي لبن قليل الدسم هو لبن عادي، بس راح احاول اسوي يعني لبن بطعم الفانيلا. هنا يمنا بالاسواق يبيعون لبن بطعم الفانيلا، بس اللي ما عندهم هذا النوع من اللبن، اليوم راح اشوفهم شلون يسوون اللبن بطعم الفانيلا. طريقة جدا سهلة وبسيطة. اللبن العادي سواء كان كامل الدسم قليل الدسم او خالي الدسم كيفكم، يعني ما عندي خالي الدسم فاستخدمت اليوم هذا قليل الدسم. راح اضيف على هاي الكمية من اللبن رشة بسيطة من الفانيلا حتى نحاول نسوي بطعم الفانيلا. هاي على هاي الكمية من اللبن هلقد فانيلا تخليني يعني شي بسيط، وهذا شي اختياري. راح اضيف شوية من الدارسين او القرفة، طعمه كلش طيب يصير. اللي ما يحب طعم الدارسين لا تضيفون هاي الاضافة، بس انا احب يعني اضيف دارسين وياه يصير طعمه كلش طيب. تخلطين المواد هالشكل، صار عندك لبن بطعم الفانيلا. هاي يعني تسوي بكل بساطة. هسه هنا أنا عندي هذا اللبن صار جاهز، تبقى بعد انتي شو تحبين تضيفين عليه من فاكهة، مكسرات، شوفان بعض الأحيان يضيفون عليه. هسه ان شاء الله راح اشوفكم انا ايش راح اضيف عليه يعني اليوم، بس انا اسوي كل يوم يعني بوصفات مختلفة. هنا أنا مجهزة مجموعة من الفاكهة، راح اخلي موز، عنب، بلوبري، مشمش، ستروبري، فراولة. تحبين تخلين تفاح، خوخ، اي نوع فاكهة انت حابة تخلي. وبالنسبة للمكسرات راح استخدم اليوم هنا أنا عندي هاي البامكن سيد اللي هي حبوب القرع، هاي راح اخلي وياه. واليوم راح اضيف عليه اضافة تخليه كلش صحي يكون، اللي هي هذا اللي يسموه فلاكسيد. هذا جايبي احنا مطحون جاهز، فلاكسيد يعني معناها بذور الكتان. هذا جايبي احنا مطحون جاهز، هيجي جايبي يعني مطحون جاهز. طبعا طريقة الاحتفاظ به تكون بالثلاجة نهائيا، ما يبقى بالكاونتر. هذا الفلاكسيد لازم بذور الكتان تحتفظين بيه بالثلاجة. هسه راح ابدي اثرم الفاكهة واخليها على اللبن. هاي رشة أو ملعقة من الأكسيد. هنا أنا عندي قليل من العسل،
هذا اختياري. وهاي سوينا وجبة ريوق صحية 100%. شوف شلون تغير الجو، الصبح كانت شمس ما شاء الله، هسه جتنا غيمة بها مطرة قوية، ما ندري بعد تمطر عدنا لو تمشي هاي الغيمة تروح لغير مكان تمطر. جوجو شو تسوين؟ هاج هاج هاي فراولة يلا اكلي. هاي طبعا العصرية الجو تحسن الحمد لله، يعني ما مطرت عدنا وطلعت الشمس، فانتهزناها فرصة قلنا خلينا ننزل لمدينة شيكاغو، لأن يعني أنا كنت محتاجة كم شغلة من الأسواق العربية، فقلت خلي أروح أجيبها. وإن شاء الله اليوم بهذا الفيديو راح أشوفكم شنو اشتريت من الأسواق العربية، ومريت على أسواق المستعمل اللي كنت دائما أروح لها، كانت منطقتنا القديمة هم نشوف الشغلات كلش حلوة ونظيفة، يعني واحد يعني يحتاجها بالبيت. طبعا دائما اقول بعد ما اشتري وما اجيب، بس سبحان الله من ادخل الاسواق اباوع الغراض اقول ها هاي محتاجتها، هاي الشغله ضروري لازم اخذها، واشوف نفسي يعني طالعه بكذا غرض. فهي هاي طبيعه النساء، يعني تقول بعد ما اشتري من تروح للسوق تظل تلملم اريد هاي واريد هاي واجيب هاي، والبيت اخر شي راح يطق من الغراض. فهسه ان شاء الله راح اشوفكم شنو اخذت من الاسواق العربيه وشنو اخذت من اسواق المستعمل اللي كنت دائما اروح لها. هاي هنا طبيت للاسواق العربيه، طبعا دائما كنت اروح القاهم مخلصين كريمه الشانتيه، بس اليوم ما شاء الله جايبين وجبه قلت خلي اخذ، واخذت شعريه باكستانيه وحليب محلى مكثف، يعني هواي شغلات اخذت من عندهم، هذا الجلي دائما يجيبون من عنده، يعني سوقت الشغلات اللي احتاجها الضرورية اللي مو دائما يعني انزل على مود اجيبها من هناك. وبالنسبة للمشتريات هاي اللي الوجبة اللي حضرت لكم اياها اليوم، طبعا هاي المزهرية كلش حلوة، لقيتها باسواق المستعمل جديدة ما مستعملة، بس شوية بيها ثلمة من فوق يعني ما تبين، هذا القبق صاير عليها ما تبين. وهاي نال الشمعدان كلش حلو، طبعا مرات تروحين تشوفين شغلات كلش حلوة بأسواق المستعمل، ومرات تكون جديدة بالباكيت ما مستعملة، فواحد يقول خلي أخذها يعني سعرها مناسب وهم تفيد بالبيت. هاي عندي أخذتها من الدولار تري، هاي مفارش للكاونترات للمجرات، وهذا السيار شفته بأسواق المستعمل. طبعا انا دائما احتاج هيك موصلات مال الكهرباء بالبيت، لان يعني تعرفون مثلا اخلي شغله ما يمها نقطه كهرباء فاحتاج هاي الموصلات. وهذا الكتلي شفته لونه اسود ويرهم ويا الماكينه مال القهوه اللي عندي، فقلت خلي اخذه. انا عندي واحد ذيك الفتره جبت مشتريات هم شوفتكم اياه القديم اللي عندي انطيته، هذني اول مره ما عرفت شنو هاي، بعدين سألت أبويا قلت له هاي شنو؟ قال لي هاي إيش تصير شلون القطعة اللاصقة اللي تلزقيها على الزولية والأرضية حتى ما تتحرك الزوالي من تفرشيها بالشتاء، دائما أنا الزوالي عندي بالشتاء تتحرك، فهاي شفتها يعني الشغلة بمحلها أجت يعني بوقتها، فتخليها على الزولية وتلزق على الأرضية يعني الزولية ما تتحرك نهائي. شفت واحدة مفتوحة هذه وهذيك اللخمة مفتوحة، فقلت والله يعني هاي شغلة ضرورية واحد لازم ياخذها، الشتا جاين على الأبواب والزوالي دائما تتحرك من الجهة اللي يمشون بالبيت. هاي السلة كلش حلوة عجبتني، طبعا أخلي بيها حلويات شغلات للأطفال فوق الثلاجة بالكاونتر تفيد. هاي الكاسة كلش حلوة،
تخلي بيها الشوربة وهي وهاي الصحن مالتها. طبعا هسه شوفوا بنهاية الفيديو شو اللي صار بهاي الكاسة الصغيرة. هاي هنا أنا عندي طلبتها من الأمازون هذا الباكيت مال الكلينس، حتى يعني أسوي بالمريب بشغلات حلوة، بس تفاجأت إنه الحجم مالته طلع كلش صغير، فما أعرف يعني ما لقيت باكيت كلينس يكفي عليه، بس راح أسوي له ترتيب وأخلي بيه كلينس يعني من جوا طبقات مال كلينس بدون باكيت. هذا الجلوب لقيته بأسواق المستعمل، طبعا كلش ضروري هذا، مثلا نقعد بالحديقة برا أو نريد نطلع المكان، يعني شغلة كلش حلوة يعني شي مرتب. هذا السيليكون، القالب السيليكون جنة عجبها، قالت تاخذي ماما حتى تسوي لنا بيه مثلا جلي، نسوي لهم بحلويات هاي من الشوكليت. هذا السيت مال الكوابا عجبني شكله كلش حلو، قلت خلي اخذه ان شاء الله عشته نستخدمه ويا القهوة. هاي الحمالة شفتها قلت ايش راح استخدمها المن، بس سبحان الله من رجعت للبيت قلت خلي بيها هاي الكوابة يم ماكينة القهوة، وتصير كأنما حمالة مال الكوابة. هي طبعا تصير بالكاونتر اللي يكون تحت السينك، تنظمين بيه الشغلات اللي عندك، مثلا المنظفات، الشغلات اللي تستخدميها دائما بتنظيف المطبخ، بس انا قلت خلي استخدمها بهالطريقة، خلي بيها الكوابة ويم ماكينة القهوة، حتى واحد من يريد يصب قهوة يم هاي الكوابة، وهاي المواعين مالتها الاثنين وياها، تخلي مثلا بيها حلويات، بسكيت، فاكهة. استخدمتها انا لهذا الاستخدام، لقيت لها شغلة. وهاي عندي الحمالة مات البهارات، طبعا من شفتها قلت اخذها لو لا، بعدين قلت خلي اخذها افرغ بيها بهارات على قد شي بسيط بسيط، واخليها يمي على الكاونتر، يعني شغلة كلش حلوة ومرتبة تكون. هذا هنا أنا هاي جديدة طبعا ما حد مستعملها، مثل اللي تكون للحائط يعني ديكور. هاي هنا أنا 3 قطع من المري تخليها على ميز الطعام، شلون تسويها مثل الديكور، فان شاء الله هاي راح استخدمها ان شاء الله بالايام الجايه، اسويها على ميز الطعام اخليها وارتب شويه عالشتا. هاي اللي اخذتها من الاسواق العربيه، هاي الـ3 صحون مع التقديم تصير، واخذت هاي الطاوه خلي افتحها واشوفكم اياها. طبعا هاي الطاوه تكون بيها حافه من جوا بهالشكل، يعني ما تخليها على الطباخ، مو بسهولة تتحرك الطاوة من على الطباخ، وخصوصا الأم من تقلي أو تسوي أكل والأطفال يفترون نهمة بالمطبخ، تكون كلش حذرة، يعني خاف الطاوة تزحلق توقع لا سامح الله، بس هيجي نوع من الطاوات بصعوبة تتحرك من على الطباخ، فأنا أشوفها هاي الطاوة يعني آمنة نوعا ما أثناء ما تسوين أكل أو تقلين. وهاي كانت مشترياتي لهذا اليوم. طبعا وانا دالمنا من الغراض ورجع كل شيء لمكانه، وقعت من ايدي هاي الكاسه وانكسرت. تصدف مرات يعني بعد في الشغله ما مستخدمتها، جايبتها ما مستخدمتها، بس دت ترتبين الغراض ودت ترجعين كل شيء لمكانه وتوقع وتتكسر، والحمد لله والشكر، تقولين بالمال ولا بالعيال. حبايب قلبي، ولهنا نخلص الفيديو مالتنا، ان شاء الله استفاديتوا من الفقرات اللي شفتوها بي وقضيتوا برفقتنا اوقات ممتعه. التقيكم ان شاء الله بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمه، ومع ألف سلامة.